وللحديث عن تعثر الحل السياسي في اليمن في ظل استمرار المعارك وهجمات ميليشيا الحوثي على مأرب، معنا من لندن عادل الحامدي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد عادل. بداية، المبعوث الأممي مارتن جريفيث يؤكد رفض الأمم المتحدة كافة أشكال الأعمال العسكرية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في مأرب. السؤال هنا، إلى أي مدى ساهم ذلك بتعثر الحل السياسي في عموم اليمن؟ أولا أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورمضان مبارك كريم لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. بالتأكيد أستاذي الكريم، الوضع في اليمن يزداد سوءا، ومعركة مأرب تمثل ربما المعركة الرئيسية أو الجوهرية في تحديد مصير الصراع والحل السياسي أيضا في اليمن. لا شك أن الرسالة الإيجابية التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة إلى جماعة الحوثي وحتى إلى الإيرانيين أنفسهم، سواء في الحوار غير المباشر الذي جرى بين واشنطن وطهران في فيينا، أو ربما إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، يمثل رسالة إيجابية من الإدارة الأمريكية. لكنها يبدو أن الحوثيين والإيرانيين فهموا الرسالة بالطريقة الخطأ، وهم الآن يصعدون في مأرب في محاولة لكسر إرادة الحكومة الشرعية وإرادة التحالف وفرض الحلول التي يراها الحوثيون. سيد عادل، وجهة نظر الحوثيين. سيد عادل، باعتقادكم هل يكفي رفض الأمم المتحدة لانتهاكات ميليشيا الحوثي، لا سيما وأن تقارير دولية تتحدث عن كارثة إنسانية مستمرة يعيشها اليمن؟ لاحظ معي بأننا نحن نتحدث عن الأمم المتحدة كما لو أنها جسم ليس له أضلع أو ليس له أيادي أو ليس له قوى. الأمم المتحدة هي هذا المجموع الدولي الذي يتكون من مجموعة من الدول الكبرى والإرادات. طالما أن الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي ليس أو غير موجودة للوصول للحل السياسي، فإنه لا يمكن الرهان على الأمم المتحدة من أجل فرض الحل السياسي في اليمن. كل القوى الدولية بما في وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية يعتبرون بأن ما يجري في اليمن هو كارثة إنسانية، ويحذرون من أن بقي حياة مئات الألاف من اليمنيين الآن أصبحت في خطر، ليس فقط بسبب الحرب وإنما أيضا بسبب وباء كورونا. ولكن مع ذلك إلى حد الآن واضح أن الإرادة السياسية ليست جادة والنوايا ليست خالصة من أجل فرض الحل السياسي على جميع الأطراف. لكن كيف أسهم الضعف الأممي والدولي في وصول الأمور إلى هذا المنحنى الخطير؟ واضح إلى حد الآن بأن الإيرانيين ما زالوا يعتقدون بأن أيديهم يمكن أن تتحرك وتؤلم الأمريكيين وحلفائهم في المنطقة، وأن تحريك هذه الأيادي التي تعمل بتحريض من الإمارات يمكنه أن يؤلم أو يوجع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يفرض على الولايات المتحدة الأمريكية تنازلات جوهرية وحقيقية فيما يتصل بالعقوبات المفروضة على إيران. للأسف الشديد إيران ما زالت تعيش هي نفسها ذات الأزمة وذات الصعوبات الاقتصادية بسبب الحصار والعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وهي تستخدم اليمن من أجل التقليل والتخفيف من مغبة الحصار. هل أن الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة الآن جادتان في إمكانية الضغط على الإيرانيين والحوثيين من ورائهم من أجل الوصول إلى السلام؟ ما زلت أعتقد بأن الإرادة السياسية غير متوفرة رغم التصريحات التي تحذر من الكارثة في اليمن. سيد عادل، باعتقادك لماذا يعطى كل هذا الثقل لميليشيا الحوثي مع ثبوت انتهاكاتها وانقلابها على الشرعية ومن ثم رفضها الحل السياسي؟ يمكن الجواب من شقين. الشق الأول هو ما حدثتك عنه من أن هنالك تواطؤ غربي ضد اليمن، وهنالك شبه ضوء أو شبه تغاضي من المجتمع الدولي على ما تقوم به جماعة الحوثي من جرائم سواء في اليمن أو ضد حتى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، كما لو أن المجتمع الدولي يريد أن يقول لحلفائه في المنطقة وعلى رأسهم السعودية بأنهم لا يستطيعون أن يعيشوا دون حماية المجتمع الغربي. هذه هي الزاوية الأولى. لكن الزاوية الثانية وهي زاوية على هذا الفهم الأولي، وهو أن مشروع تغيير
خريطة المنطقة ما زال قائما، وأن الدور الذي يقوم به الحوثيون بدعم من إيران هو دور مطلوب دوليا من أجل إضعاف دول المنطقة ومن أجل ممارسة مزيد من الابتزاز على دول المنطقة، وأيضا من أجل إعداد المنطقة لخارطة جغرافية وسياسية جديدة تحقق مصالح القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها الرئيسية في المنطقة إسرائيل. على ذكر الدول المحيطة في اليمن سيد عادل، ما المطلوب اليوم من التحالف العربي لا سيما السعودية، خصوصا وأن مأرب يمكن لها أن تحسم كثيرا من المعادلات في اليمن؟ المطلوب من قوات التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية أن ترفع يدها عن القيادة الشرعية اليمنية، وأن تكون جادة أيضا في دعم الشرعية اليمنية، وأن يكون هناك تفاهم وتوافق بين قوى التحالف العربي وتحديدا بين الإمارات والسعودية في دعم الشعب اليمني من أجل الوصول إلى حل سياسي. وإذا كان ولا بد أن الدولتين الرئيسيتين، ويبدو أنهما مختلفتان في اليمن أو على الأقل هكذا تبدوان، فإن المطلوب منهما الآن طالما أنهما لم يستطيعا مساعدة اليمنيين أن يرفع أيديهما عن اليمن وأن يترك اليمنيين وشأنهم، فاليمنيون يستطيعون من خلال حوار سياسي مباشر بين الأطراف، وحتى لو كان هذا الحوار بالسلاح حتى، فإنهم يمكنهم التوصل إلى السلام، لا سيما في ظل هذه الأوضاع الإنسانية المأساوية والكارثية في اليمن. الكاتب والباحث السياسي اليمني كنت عادل الحامدي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.